من كان له أب أو كان له أم فليعمل بها السنة. قال صلى الله عليه وسلم: من نظر إلى وجه والديه نظرة رحمة، تنظر إلى وجه أبوك لكن نظرة فيها حنان فيها رحمة. من نظر إلى وجه والديه نظر رحمة كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة، بكل نظرة حجة مبرورة. قالوا: يا رسول الله، وإن نظر كل يوم 100 مرة؟ قال: الله أكثر وأطيب، بيعطيك أكثر 100 نظرة، وكل نظرة بحجة مقبولة. هي لوالدك، الله أكبر. لك اروح عميل نظرك لوالدك شو عمله هيك؟ غرام عود، طلع هيك بوالدك: سبحان الذي خلقك يا بابا، سبحان الذي جملك، سبحان الذي أعطاك. لك شبك شو صاير لك الأيام؟ سبحان الذي جل عليك بهالجمال، يا سبحان الله، والله اشتهيت بوسك من وشك. بوس والدك من جبينه، بوسه من جبينه. لك شو صاير له؟ قال له: بابا والله أنا سمعت حديثا أن من نظر إلى والديه نظرة رحمة كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة. الله أكبر. هذا إذا طلعت فيه وإذا قبلت له إيدي ورجلي، الجنة فوق أقدامي ولا تحت أقدامي؟ تحت. شو معنى تحت؟ سفل الرجل، سفل الرجل. قبل. شو هادك يا ابني؟ قال له: بابا مشان الله لا تحرمني، لا تحرمني، بدي قبل عتبة الجنة. هيك النبي عم بيقول: الجنة تحت أقدامي الوالدين، الوالدين. هي أخذت أجرة كبيرة.